بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نشكر الله أن ينعم علينا نعمة الإسلام والأمن والإيمان، ونشكر الضواوية من الجعافرة من ولد سليمان وإلى منقر مرسال. والله والنعم بكم والنعم بك، دايم راعي فزعة ودايم نسمع فزعتك وفزعة الضواوية، جزيلين ومشكورين ودايم ما يادي والمرة فزعتكم، واشكركم فرحان الذيب ابو زهره.